شنو علاقة المصمم ببرنامج الفوتوشوب؟ ليش كل واحد يريد يتعلم تصميم ويدخل مجال التصميم لازم يروح يتعلم برنامج الفوتوشوب؟ السلام عليكم، شلونكم شباب؟ وياكم أحمد جناحي من قناة أي برو. اليوم عندي موضوع مهم كنت أفكر به من كنت بشغل، طبعا هسوي طالع من الشغل. شنو علاقة المصمم ببرنامج الفوتوشوب؟ ليش كل واحد يريد يتعلم تصميم ويدخل مجال التصميم لازم يروح يتعلم برنامج الفوتوشوب؟ وأول ما يفكر بيها شلون أشتري حاسبة بيها مواصفات، وشلون أنزل برنامج الفوتوشوب، وكل همه أنه يتعلم هذا البرنامج. وشنو علاقته بالجرافيك ديزاين؟ هل أنه عالم التصميم مقتصر أو يعني محصور بهاي الفكرة انه اني اجي اتعلم برنامج الفوتوشوب راح اصير مصمم؟ معقولة؟ هيك عالم التصميم متحدد باداة بسيطة؟ عالم التصميم هو الفن، هو الابداع، هو الاسترسال من الدماغ او الاسترسال الافكار اللي موجودة داخل الدماغ للكمبيوتر او اي تقنية ثانية حتى نطلع بها نتائج ابداعية. أما برنامج الفوتوشوب هو برنامج تصميم حال أي برنامج تصميم ثاني، لكن اللي يميزه أنه شركة أدوبي قدرت تطوره وتسوي سهل للمستخدمين وتدخل به أكثر من لغة للمستخدم، والتحديثات المستمرة بهذا البرنامج تخليه ترند بمجال التصميم. لكن هل أنه هو البرنامج الوحيد اللي واحد بس يتعلمه يصير مصمم؟ لا، أكيد لا. عالم التصميم مو بس تصميم ستاتيك او مو بس يعني صور، بي فيديو 3D، بي رسم. هذا رأيي الشخصي اللي ممكن اكو احد يستفاد من عنده اذا حاب اي شخص يدخل هذا المجال او لا. وشنو المطلوب من عنده؟ المطلوب اول شيء انه تروح تدرس او تفتهم شنو التصميم، شنو فنون التصميم، شنو الجرافيك ديزاين، شنو الموشن ديزاين، شنو الفيديوغرافي، شنو الايديتنج، شنو الامور كلها الريليتد او المرتبطه بالجرافيك ديزاين. واحده من الامور المهمه اللي مربوطه بالجرافيك ديزاين هي الويب ديزاين. هذا المجال واسع كلش، تقدر تدخله، بس اهم شيء تفتهم انت اللي وين رايح. تحياتي لكم.